طيب السؤال ها هو هل الجن يتلبس صوت إنسان؟ صوت إنسان ما كاينش، غير موجود يعني، غير موجود الآن، ويتلبس الجني به. إيه زعما كان يتلبس صوت ناصيب زعما. إي نعم، أصلا نصيب جني. من عند الله. شوف الجني، الجن لهم قدرة في التشكل، أكثرهم يتشكل بصور حيوانات، هذا أكثرهم، ماشي كلهم، بعضهم يتشكلون بصورة حيوانات وبعضهم لا يتشكل حسب الاستقراء. حين تسأل بعض الجن أحيانا يقول نتشكل، بعضهم يقول لا نتشكل، كل واحد القدرة دياله، كل اللي عنده القدرة كل اللي ما عندوش. كل واحد عنده القدرة يعني يجري، واحد سخفان مسكين ما عندوش قدرة، كل واحد القدرة والطاقة دياله خلق الله. وكاين اللي كيتشكل بصفة إنس، هادو كيكونوا أقوياء شوية، يتشكلون بصفة إنس، يكون حاضر أو لا يكون حاضر. فقد ثبت والواقع يشهد بهذا أنه كثير من الناس، أنا كنعرف واحد الناس من الأقارب كانوا يعني جالسين في الدار بحال هكا، كتبان لهم يعني أختهم طالعة السطح كتصبن، وكتبان لهم عاوتاني أختهم كتبان لهم خارجة من الكوزينة وخارجة للكولوار وخارجة الزنقة، تيقول لها كيعطوا لها أمال أمال أمال، ما جاوبتهمش، سدت الباب وخرجت، هي تبان لهم هابطة من الدروج من السطح. قلت لهم انا من قبيله، وانا ساعه المكانه وانا مبرسطه مع الحوايج كنصبر فيهم وكنصلي، يلا صليت يلا هبط، يلا سي من حدا دابا، لا ماشي انا، سبحان الله. هذا جن يتشكل اما لاخافه اهل البيت، يخيف اهل البيت، في الغالب يكون لهذا السبب، يريد ان يخيف اهل البيت. هو حالهم يعني احوال، احيانا تلبس بصوره قط، احيانا بصوره، كان واحد الرجل كان عاودها لنا انه كان عندهم في البيت، كانوا ساكنين غير العزاره في واحد الدار، يعني كاينين غير الدراري ما مزوجينش، زوافريه كما تنقولوا، كاينين في داك الدار وساكنه فيها قطه سوداء، داك الدار ساكنه جا ولقاو القطه السوداء ساكنه تما كتزعزعش. لكن قال لك سيدتي عاولينا، انا داك القطه أمرها غريب، يعني ماشي بس كاسميت سائر القطط، إذا أحسنت إليها جاءتك وتوددت إليك وتزلفت، تقربت منك ولقيتها واديعة وكذا، إلا ضربتها ولا غوتي عليها كتبقى تخنزر فيك، كتجلس تما وتبقى تشوف فيك كأنه بنادم باغي يتلح عليك، ما كتنساش الدقة ديالها، وإلا ضربتها ولا غوتي عليها في نفس الأسبوع توقع لك شي حاجة، توقع لك أمور غريبة، مثلا تحرق من يديك، تضرب موس، يعني لو كانت وقعت لواحد مرة ماشي مشكل، لكن جميع من سكن في هذا البيت اللي هم 4 ولا 5 دراري يعني كيلاحظوها، فهمتي؟ فلو لو لو انت مربي مشة واحد مرة غوت عليها وقعت لك في ذاك السيمانة شي حاجة ما غتربطهاش بالقطة، لكن لا إلى ديما غتوضع سؤال، غتوضع سؤال، فكيف إذا كنتم انتم 4 ولا 5 الأشخاص دائما؟ هذا الشيء بزاف على الصدفة ياك، هادشي اذا تكرر يدل على ان هذا حقيقه ماشي صدفه. فهنا ومع ذلك ما طرحوش الاشكاليه، حتى جا واحد الرجل ولاحظ المساله هذه، جا جلس معهم وقال لهم انا اجزم ان هذه القطه ليست اما وحده من الجوج، قال لهم اما انها شيطان او جني تلبس بصوره القطه وكتكون من العمار، شكون العمار؟ هو الجن اللي كيسكنوا في الدار، يعني كل دار الا وفيها جن ساكنين في اركان البيت، وإما أنه شيطان تلبس يعني سكن بهذه القطة، فنصحها قال أستحلفك بالله إن كنت مؤمنة فلا تؤذين واخرجي من البيت، وإن كنت شيطانة فاسكني في الخلاء. بعد أسبوع غبرات ما بقاتش جات إلى يومنا هذا.